السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض شرح منهج الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 من كتاب المعاصر. بنشرح المنهج بالتفصيل وبنحل التدريبات بالكامل، وإن شاء الله هننزل مجموعة من الامتحانات والمراجعات. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. خدنا مع بعض يونت 7 بالكامل وبدأنا يونت 8، خدنا الدرس الأول، والنهاردة هناخد من يونت 8 الوحدة الثامنة ليسون 2 الدرس الثاني بيج 59 صفحة 59 من كتاب المعاصر. I was very good at hide and seek. أنا جيد أو أنا كنت جيد في لعبة الاستغماية. language focus وقاعدة كده سهلة وبسيطة. vocabulary كلمات. كيف vocabulary؟ كلمات مفتاحية. skipping 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 نط الحبل، لعبة نط الحبل skipping. hide and seek hide and seek لعبة الاستغماية. hopscotch hopscotch لعبة المربعات، مربعات كده أو القفز موجودة بيرسموها وبينطوا عليها hopscotch. extra vocabulary كلمات إضافية. colored chalk طباشير ملون colored chalk. imagination imagination خيال. squares squares مربعات. at all على الإطلاق at all. project project مشروع زي مشروع تجاري مثلا project، لكن بس ده مشروع اللي هو الأوتوبيس مثلا project مشروع. stickers stickers ملصقات. knee pad دي واقي للركبة أو ضمادة للركبة. knee pad هنا الكي لا تنطق knee pad. quiet إلى حد ما. difficult difficult صعب. climbing هنا البي لا تنطق climbing يعني التسلق. really للغاية أو جدا. very أو so برضو بمعنى جدا. conjugation of verbs تصريف الأفعال. regular verbs أفعال منتظمة و irregular verbs أفعال غير منتظمة. الأفعال المنتظمة عشان أحولها من present للبسط من مضارع لماضي بحط لها مقطع ثابت. start started يبدأ start يبدأ. طب started بدأ. prefer يفضل. preferred فضل. هنا الفعل انتهى بحرف ساكن قبليه متحرك فضعفت الحرف الأخير وحطيت ايدي، يبقى يا اما بحط ايدي يا اما بضاعف الحرف الأخير وحط ايدي، لكن لو اخره ايه بحط دي بس. practice يتدرب practiced تدرب. skip skipped هنا الحرف الأخير ساكن قبليه متحرك فضعفنا الحرف الأخير وحطينا ايدي، يبقى المنتظم ليه قاعدة ثابتة تحفظ المضارع وزود بس ايه الاضافات. طب الفعل الغير منتظم لا، لازم يتحفظ الشكل الاول والشكل الثاني او شكله في المضارع وشكله فين في الماضي. هايد يختبئ. هيد اختبأ. درو يرسم. درو رسم. هيرت يجرح برضو الماضي بتاعها هيرت. فول اوف الماضي بتاعها فيل اوف يسقط سقطة. رايد رود رايد يركب زي يركب دراجة. طيب رود ركب دراجة. important expressions and propositions تعبيرات وحروف جر مهمة. make up stories يؤلف قصص. make up stories make up يؤلف أو يبدع أو يبتكر. stories قصص. good at جيد في good at. wear a helmet يلبس خوذة wear a helmet. it's interesting إنه ممتع أو إنه شيق. main points on listening and reading tickets نقاط رئيسية على نصوص الاستماع والقراءة. هنا topic الموضوع games الألعاب. guiding words كلمات إرشادية. هنا قال لي good at جيد فيه. hide يعني يختبئ فأقول Rania was good at hide and seek. Rania جيدة في الاستغماية. thought اعتقد hopscotch لعبة المربعات أو القفز. صار صوت hopscotch was quite good اعتقدت ان اللعبة دي الى حد ما جيدة. skipping نط الحبل. Rania's brother اخو رانيا didn't like skipping ما حبش لعبة السكيبنج نط الحبل. marbles كرات الرخام او زي البلي كده. Rania and her brother رانيا واخوها played marbles together لعبوا البلي together معانا. page 60 صفحة 60 يوسف's favorite toy لعبة يوسف المفضلة. هنا favorite مفضل وسكيت بورد لوح التزحلق. يوسف's favorite toy لعبة يوسف المفضلة was his skateboard هي لوح التزحلق.
طبعا هنا كلمات بحطها في جمل بيساعدني بعد كده اكون موضوع. لاف يحب، وبلي يعني يلعب، يوسف loved going to the park، احب يوسف الذهاب الى الحديقه، and played with his friends، واللعب مع اصدقائه. got حصل على، وفيرست اوان يوسف got his first skateboard، حصل على اول skateboard لي when he was 8، هو عنده كام سنه؟ 8 سنين. اسئله على الكلمات، choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه. the children are playing not and seek، يبقى hide and seek، الاطفال بيلعبوا لعبه الغميدة أو الاستغماية in the park في الحديقة. I always أنا دايما wear a knot when I ride my bike، لما أركب دراجتي. To protect my head، عشان أحمي راسي يبقى بلبس هيلمت خوذة. We knot very hard for the basketball match we practice، إحنا اتدربنا بجد جدا لمباراة الباسكتبول. Listening and reading، استمع وقراءة. Listen and read، استمع وقراءة. هنا محادثة. هاي رانيا، ما بين رانيا وسارة. أهلا يا رانيا. هاف يو ستارتد، هل بدأتي؟ ذا بروجكت، المشروع. أباوت تويز أند جيمز يت، مشروع الألعاب والدومي. بعد بدأتي ولا لسه؟ هاي سارة، أهلا يا سارة. يس أي ستارتد إت، أيوه أنا بدأته. أون ذا ويك إند، في عطلة نهاية الأسبوع. إتس ريلي انترستينج، إنها حقا شيقة. يس إز إت إز، نعم بالفعل. وات جيمز did you like playing، ايه الالعاب اللي حبيت تلعبيها when you were younger، وانت كنت اصغر سنا. قالت لها I thought، اعتقد. hide and seek، وصفا الاستغماية ممتعة. I was very good at hiding، انا كنت جيدة في الاختباء. I was good at it too، وانا كنت جيدة فيها ايضا. I could hide، قدرت استخبى. for a very long time، لوقت طويل جدا. I also really liked، انا حقا حبيت. بلينج هوب سكوتش، لعبة المربعات أو القفز. with my friends، مع أصدقائي. we used different colored chalk، استخدمنا طباشير ملون مختلف. to draw the squares، عشان نرسم المربعات، عشان نرسم المربعات. page 61، صفحة 61 وتكملة المحادثة. I thought، أنا أعتقد. هوب سكوتش was quite good، إلى حد ما جيدة. but ولكن. I preferred skimming، أنا فضلت نط الحبل. يبقى أنا اعتقدت شيء جيد إلى حد ما، ولكن فضلت شيء تاني. لا I like skimming، أنا بحب نط الحبل. But I wasn't very good at it، بس أنا مش جيدة فيه. Some skimming، بعض some skimming games، بعض ألعاب نط الحبل are so difficult، صعبة جدا. لا yes they are، بالفعل. I had to practice، كنت مضطرة أمارس a lot، الكثير. With my sister، مع أختي. my brother، أخي. didn't practice with me، لم يتدرب معي. he didn't like skipping at all، محبش نط الحبل على الإطلاق. we often played marbles، غالبا لعبنا لعبة الكرات الرخامية أو البلي يعني together مع زو. مع ذلك هنا جايب لي my favorite toy، لعبتي المفضلة. look and read، انظر واقرأ. my favorite toy by يوسف، اللي كتبها يوسف. when I was younger، وأنا صغير في السن. my favorite toy، لعبتي المفضلة. was my skateboard، كانت لوحة التزحلق بتاعي. I loved going to the park، حبيت الذهاب للحديقة. and playing with my friends، وإن أنا ألعب مع أصدقائي. they had skateboards، كان عندهم لوح للتزحلق. two أيضا. and it was really good، كانت حقا جيدة. fun أو متعة جيدة. we all wanted to go so fast، كلنا أردنا أن نذهب بسرعة. my skateboard was black، السكيت بورد بتاعتي كان لونها اسود. with orange and yellow stickers، وفيها ملصقات لونها اصفر وبرتقاني. اونت عليها زي الاصفر ده مثلا، او قريب من الاصفر والبرتقاني. it had to wear a helmet، كان لازم تلبس خوذه. and knee pads، وواقي للركبه. it really hurts، حقا انت هرتس، بتتصاب if you fall off a skateboard، لو انت وقعت من على سكيتبورد. I got my first skateboard، حصلت على أول skateboard ليا. when I was 8، وأنا عندي 8 سنين. and it was quite small، وهي كانت إلى حد ما صغيرة. I don't use it at all now، لا أستخدمها على الإطلاق الآن. because I have a bigger one، عشان عندي واحدة أكبر. خلاص في أسئلة على القطعة. where did Yusuf play with his skateboard، إمتى أين لعب بالسكيتبورد بتاعته. where يعني أين. he played with his skateboard at the park، لعب في الحديقة.
When did he get his first skateboard؟ متى؟ متى؟ وين؟ يعني متى؟ عايز وقت. امتى حصل على اول سكيت بورد ليه وهو عنده كام سنة؟ طبعا لو رجعنا للقطع ودورنا اول سكيت بورد يبقى when he was 8، وهو عنده 8 سنين. When he was 8 وهو عنده كام سنة؟ 8 سنين. Page 62، صفحة 62. Look and read، انظر واقرأ. When Amina was little، لما أمينة كانت صغيرة، she really liked games، حقا حبت اللعب. That used a lot of imagination، اللي هي بتستخدم فيها الكثير من التخيل، الكثير من الإبداع. She was very good at making up stories، كانت جيدة في تأليف القصص. She had a doll's house، عندها بيت للدمية. Some cuddly toys، وبعض ألعاب الدمي زي الدباديب كده. And some action figures، وبعض الشخصيات أو بعض المجسمات الكرتونية. نور really enjoyed، هنا بقى بيتكلم عن نور. نور حقا تمتعت بلينج اوتسايد، اللعب بالخارج. when she was younger، لما كانت اصغر سنا. she liked running، احبت الجري. climbing، التسلق. and playing tennis، ولعب التنس. she was quite good، هي الى حد ما جيده. at football too، في كرة القدم ايضا. هنا اسئله على القطع. what was Amina good at، امينه جيده في ايه؟ she was good at making up stories، في تاليف القصص. What did Noor like when she was younger؟ نور كانت بتحب ايه لما كانت صغيرة؟ أقول she liked running، حبت الجري. she liked running، climbing and playing tennis. هناخد قاعدة كده سهلة وبسيطة بس نركز مع بعض. intensifiers، intensifiers عبارات التوكيد. هنتكلم عن really، very، so، at all، quite، وهنعرف الفرق بينهم. we use intensifiers، بنستخدم عبارات التوكيد to give a stronger meaning، عشان ندي معنى أقوى. to adjectives للصفات and adverbs للأفعال. very أو so، هنتكلم دلوقتي على very و so. to strengthen an adjective، عشان أقوي الصفة. يعني إيه يا مستر؟ he is very good at playing football، هو جيد جدا في لعب كرة القدم. يبقى الصفة إن هو جيد. طب أنا عشان أديها قوة حطيت قبلها very، يبقى intensifier زائد ال adjective، عبارة التأكيد زائد الصفة. طب تعال نشوف كده. some skipping games، بعض ألعاب النط are so difficult، صعبة جدا. يبقى very و so بتقوي الصفة، بتيجي قبل الصفة وبتقوي الصفة. very good أو so difficult. page 63، صفحة 63. really، حقا. خدنا very أو so، هي بتقوي الصفة. طيب really، to strengthen verb أو adjective، يعني really دي بتيجي قبل الفعل أو الصفة، تمشي مع الاتنين، قبل الفعل أو الصفة، برضو بتقوي. يبقى so أو very الاتنين بمعنى جدا، قبل الصفة فقط، لكن really قبل الاتنين، الفعل والصفة. I really like playing hopscotch، أنا حقا بحب لعب المربعات. يبقى نخلي بالنا، لو جالي في الامتحان فعل وعايز أدي قوة للفعل أو really، لكن لو قال لي صفة ممكن أحط so أو very أو really. فغالبا بيجي لي فعل فبحط really. at all، على الإطلاق. to strengthen negative sentence، أقوي الصفة السلبية أو النفي، يعني بمعنى أصح. يعني يا مستر؟ آسر didn't like train sets at all، لم يحب لعب القطار على الإطلاق. يبقى في نهاية الجملة المنفية بتدي قوة للنفي، إن هو فعلا ما حبهاش، فعلا إيه؟ ما حبهاش. quite إلى حد ما. to make the meaning of an adjective less strong، دي بتخلي معنى الصفة أقل قليلا، يعني مش قوي. قلنا very أو so بيقووها أو حتى really، لكن quite لا، دي أقل قليلا. I think hopscotch is quite good، أعتقد إن الهوبسكوتش جيد إلى حد ما، ولكن أنا بفضل skimming. يبقى جيد إلى حد ما، ولكن هو بيفضل حاجة تانية. طب تعال نشوف كده ونطبق. Bob goes on language focus. read and write the correct form، اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة.
of the words between brackets للكلمات اللي بين الأقواس. I think hopscotch is not. هو قال لي very good but I prefer. ما دام but ولكن أنا بفضل حاجة تانية، يبقى أقول quite good، هو إلى حد ما جيد ولكن أنا بفضل الاستغماية. I don't like football، ما بحبش كرة القدم، يبقى at all على الإطلاق. بدي قوة للصفة المنفية. هاني very enjoys، احنا قلنا قبل الفعل ما يجيش لسوء ولا very أو really enjoys، هو حقا بيتمتع بيه. playing marbles. My brother يعني أخي is at all good at football. He always beats me. هقول هي أخي ما ينفعش أقول طبعا at all. He is very good at أو so good at، مش أي مشكلة. هو جيد في كرة القدم، هو دايما بيهزمني. This book is not funny، هتبقى at all. الكتاب ليس مضحك على الإطلاق، يبقى at all بتدي قوة للصفة المنفية. You're so good at hide and seek but، ولكن يبقى انت الى حد ما جاهز في الاستغماء، ولكن انت مثالي جدا في السكيت بورد، يبقى كويت. ما دام بلاقي بط هو احسن في حاجة تانية اكتر او بيحب حاجة تانية اكتر، يبقى دي كويت. I very liked الفعل I really liked. She didn't like hide and seek all at all، ما حبتش الاستغماء at all على الاطلاق. The house is quite beautiful، المنزل إلى حد ما جميل. There is no food، مفيش طعام. In the kitchen، في المطبخ at all، هنا بينفي إن في طعام على الإطلاق. There is no food in the kitchen at all. Page 64، صفحة 64. General exercises، تدريبات عامة. On lesson 2، على الدرس التاني. Listen and circle، استمع وضع دايرة. The correct answer، على الإجابة الصحيحة. From A B C أو D، من الأربع اختيارات. نسمع ونختار، نسمع ونختار. أميرة is 13 years old. When أميرة was little she really liked games that used a lot of imagination. She was very good at making up stories. She was very good at making up stories. She had a doll's house, some cuddly toys, and some action figures. Her favorite toy was the cuddly toy. هنا بيقول لي أميرة عندها 13 سنة. أميرة بتحب ألعاب اللي هي بتستخدم imagination، التخيل. أميرة جيدة في تأليف القصص وبتحب الدبدوب بتاعها. السؤال التاني، تشوز، اختار. دي بقى على كلمات المنهج. نقط and running are outside activities، هي أنشطة في الخارج. يبقى إيه الأنشطة اللي بمارسها في الخارج؟ كمبيوتر جيمز، لا ده في داخل البيت. واتشنج تي في كذلك. ريدنج، القراءة كذلك. يبقى كلايمنج، تسلق زي تسلق الجبال. والجري دي أنشطة في الخارج. I used different colored to draw the squares، يبقى أنا استخدمت تشوك، ألوان أو تباشير ملونة عشان أرسم المربعات. wearing pads protects، ألبس البادز بيحمي إيه؟ بيحمي النيز، الركب. if we fall off the skateboard، لو أنا وقعت من على السكيتبورد، لو أنا لابس واقي للركبة بيحميني. I knocked my foot so I had to go to the doctor، يبقى I hurt، اتصبت في قدمي أو هنا في القدم، عشان كده اضطريت أروح لإيه؟ للدكتور. السؤال التالت، read and complete the text، اقرأ وأكمل النص. with the words in the box، بالكلمات. هنا جيب لي مجموعة كلمات. squares مربعات، park حديقة، hide and seek استغماية، younger أصغر سنا، toys ألعاب. نور is in grade 6، هي في سنة 6. she started، بدأت a project، هو مشروع. about نقطة، about toys and games، عن الألعاب واللعب. خدنا toys. She wrote about games، كتبت عن الألعاب. She liked، اللي حبتها. When she was younger، عندما كانت أصغر سنا. When she was younger. She liked، هي حبت her skateboard، لوح التزحلق. She loved going to the park، حبت الذهاب إلى الحديقة. And played، واللعب. With her friends، مع أصدقائها. زين هناك. She enjoyed، تمتعت. Playing hide and seek game،
بلعب الاستغماية. هايد اند سيك ويز هير فريندز، مع اصدقائها. تو ايضا، شي كود هايد ا فيري لونج تايم، قدرت تستخبى وقت طويل جدا. شي اولسو لايكت بلاينج هوبسكوتش، ايضا حبت لعب المربعات. ات واز فيري انترستنج، انه حقا كان شيق جدا. السؤال الرابع، قط عليها اسئله. Read the text. اقرأ النص and answer the questions. وأجب على الأسئلة. There are a lot of games. يوجد الكثير من الألعاب. That we like to play with our friends. اللي بنحب نلعبها مع أصدقائنا. Many of them. كثير منهم من الألعاب. Are very interesting. شيقة. هنا تحتها خط ومكتوب بخط سميك. هيسألني في معناها أو في عكسها. شيقة. Musical chairs. الكراسي الموسيقية. Game. لعبة الكراسي الموسيقية. Is a very interesting one. هي لعبة شيقة جدا. To play it. عشان تلعبها. We put some chairs. بنحط كراسي. Less than players. أقل من اللعيبة. يعني مثلا لو خمس لعيب يبقى أربع كراسي. If we are six players. طب لو احنا ستة. We put five chairs. بنحط خمس كراسي. We play some music. بنشغل بعض الموسيقى. We run around the chairs. بنلف حوالين الكراسي. But ولكن we should be ready. لازم نكون مستعدين. To sit. إن احنا نقعد. When the music stops. لما الموسيقى تتوقف. لما الموسيقى تتوقف. The younger أو the player without a chair. اللاعب بدون الكرسي is out. هو بره. Skipping. نط الحبل. دي اللعبة اللي بعد كده. Is also very enjoyable. هي ممتعة جدا. But it's so difficult. ولكنها صعبة. We have to practice a lot. لازم نتدرب كثيرا. To play it. عشان نقدر نلعبها. To play it. Sometimes. أحيانا. My friends and I. أصدقائي وأنا. Play marbles. بنلعب البلي أو الكرات الرخامية. And hopscotch together. ولعبة المربعات. Hopscotch and musical chairs are quite good. هما إلى حد ما جيدين. But ولكن I prefer skimming. أنا بحب النط الحبل. أسئلة القطعة. The underlined word interesting. الكلمة اللي تحتها خط interesting is the opposite of عكسها ايه؟ boring. شيق عكسها ممل. If we are 8 players. لو احنا 8 لعيبة. محتاجين كم كرسي؟ We need 7 chairs. محتاجين 7 كراسي. In musical chairs game. في لعبة الكراسي الموسيقية. Skipping. Skipping يعني نط الحبل. Is a هتبقى a difficult game. لعبة صعبة. محتاجين نتدرب. Summarize the first paragraph in one sentence. لخص الفقرة الأولى في جملة واحدة. ممكن أقول there are many interesting games. يعني في ألعاب شيقة جدا. في ألعاب شيقة. Like مثلا إيه؟ musical chair. هنا there are many interesting games. يوجد الكثير من الألعاب الشيقة. Like هنا بمعنى مثل. Like هنا بمعنى ايه؟ مثل. زي ايه يا ترى؟ Musical chairs game. لعبة الكراسي الموسيقية. Musical chairs game. What's the writer's favorite game? ايه لعبة الكاتب المفضلة؟ طبعا هو قال لي في اول باراجراف ان في العاب جميلة جدا بس الميوزيكال تشيرز واحدة شيقة منهم، وعشان تلعبها وبدأ يشرحها. بقى كلمني عن نط الحبل، لعبة جميلة، لعبة ممتعة. واتكلم بعد كده عن بعض الالعاب زي البالي وزي لعبة المربعات. وقال لك ان الهوب سكوتش والميوزيكال تشيرز هي جيدة، بس انا بفضل السكيبنج. ما دام هو بيفضل السكيبنج عشان ما يتلخبطش، يبقى دي لعبته المفضلة. فهو قال لي في الاول خالص في لعب شيقة، لكن المفضل بالنسبة له سكيبنج. سكيبنج is the writer's favorite game. رتب الكلمات. He doesn't like skipping at all. ما بيحبش نط الحبل على الإطلاق. He doesn't like skipping at all. I think أعتقد tennis is so exciting. I think أعتقد tennis لعبة التنس is so exciting شيقة جدا. What
Was your brother good at؟ يعني أخوك جيد في إيه؟ What was your brother good at؟ السؤال الثالث صحح. I very liked playing with a train set. هنا ده فعل وأنا بدي قوة للفعل، يبقى I really liked. أنا حقا حبيت لعب بلعبة القطار، اللعب بلعبة القطار، يبقى دي اللي بتيجي قبل الأفعال. This film isn't interesting at all على الإطلاق. لما ألاقي جملة منفية بحط at all في نهايتها عشان فيها نفي. بنك تويت علامات ترقيم. I was really good at hiding. أنا حقا جيد في الاختباء. الـ I capital. طب دي جملة بادئة بضمير، يبقى في النهاية فول ستوب. هنا اكتب باراجراف من 50 كلمة على your favorite games، ألعابك المفضلة. هكتب الإعلان في نص السطر بين علامات تنصيص. هنا جايب لي كلمات إرشادية بتساعدني زي imagination التخيل أو الابتكار و good at جيد فيه. نفتح مع بعض صفحة 229 229، هنلاقي الباراجراف هنقروه مع بعض. هو 229 وتكملته في 230. Your favorite games ألعابك المفضلة. طبعا يفضل يور أخليها ماي عشان هتكلم بقى عن ألعاب أنا. هتبقى ماي فيفورت جيمز، العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. أقول ماي فيفورت جيمز، أسيب مسافة في أول سطر. أقول أي ونت تو تيل يو، أنا عايز أقول لك أباوت ماي فيفورت جيمز، عن الألعاب المفضلة. أبدأ بقى أتكلم. وين أي ووز ليتل، وأنا صغير. أي ريلي لايكت جيمز، حبيت الألعاب. ذات يوزد أ لوت أوف إيميجينيشن، اللي بتستخدم الكثير من التخيل. أي أنا. نقلب الصفحة على صفحة 30. I was very good at، أنا كنت جيد في making up stories، في تأليف القصص. I had some cuddly toys، كان عندي بعض الدباديب. عايز تكمل؟ كمل. عايز تقول لعبتي المفضلة كذا؟ ماشي. مش عايز؟ خلاص وكده وخلصنا الدرس التاني، شرح وحل التدريبات. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.